الأخيرة إن البايو أو من البروتين أو الأمينو أسيد اللي هي البورفرينز أند بايل بيجمنتس، أو بالتحديد اللي هي الهيمي، تصنيع الهيمي شلون نصنعه وشلون راح يتهدم الهيمي وهاي الشغلات. فعندك بالبداية الهيمي، يقول لك هذا الهيمي من شنو متكون. يعني بالبداية عندك تكوين الهيمي. الهيمي هنا يقول لك متكون من شنو؟ متكون من بورفرين وأرون. فالهيمي أول شيء تعرفه منها إنه الهيمي متكون من شغلتين اللي هو البورفرين زائد أرون. الأرون تعرفه أنت، الفي الحديد تحصله من الزيت، الخضروات اللحوم بالتحديد يعني تحصل من أرون. البورفرين شنو هذا؟ هذا البورفرين هو هذا محاضرتنا راح تركز عليه، شلون راح نصنعه، شنو الاستركتشر مالته وهاي الشغلات والى اخره. فهذا يعني اللي يسوي زين. هذا الهيمي لما يصير له ديجريديشن شلون راح يصير؟ يعني اذا ردنا نهدم الهيمي ومات الهيمي نريد نجدده يعني لازم يتهدم. فعند التهديم راح يعطينا شغلتين، راح يعطينا بايل بيجمنت، يعني راح يعطيك بايل بالروبين وهاي السوالف، وراح يعطيك الارون الحديد. ماشي، فمن هنا الهدم من هنا التكوين. دي يقول لك عند التكوين تريد تصنع بورفولين زائد ارون، اذا سوي له ديجريديشن هيمي، للديجريديشن للهيمي راح تحصل على بايل بيجمنت صبغة صفراء وزائد ارون. هذا اللي دي يقوله. البورفرين هذا هو الاستركتشر مال البورفرين، شويه ركزوا عليه على مود شنو اذا اكو بايو ساينثيسيس فشغلات راح تفهمها اذا ركزت على هذا الاستركتشر، يعني حاول تفهمه وتحفظه. هذا هو البورفرين. البورفرين يعني اذا ضفنا له اف اي ارون، حطينا هنا بالنص ارون وخلينا ذني تتصل بيه، راح يتحول الى شنو؟ راح يتحول الى الهيمي. بس هذا هو الاستركتشر شنو؟ البورفرينز. ماشي، من شنو يتكون؟ يتكون من واحد هذا شنو نسميه بايرول، اثنين ثلاثة أربعة، أربعة بايرول. فمتكون من أربعة بايرول، هاي أول معلومة تعرفها من شنو؟ من الستركتشر. هذا متكون من شغلات تربط بين هاي البايرول، شوف بين كل بايرول وبايرول تربط بيناتهم كربون، إذا تلاحظون هاي الكربون تربط بهذا، هاي الكربون تربط بين هذا وهذا، هاي الكربون تربط بين هذا وهذا، هاي الكربون تربط بين هذا وهذا. فأكو عبارة عن كربونة شلون يعني شكلها CH دبل بوند ومن هنا بوند واحد، هذا يعني اللي يربط بيناتهم. شو نسميه هذا؟ نسميها ميثينايل. هاي الكربونه نسميها ميثي نايل، هاي ميثي نايل بريدج، يعني جسر، عباره عن جسر راح يربط لك بين البايرول والبايرول. فمالتنا بورفرين اللي عليك تعرفه متكون لك من اربع بايرول زائد بريدج اللي هو الميثيلين، اللي يكون هذا مثل هذا الشكل. فحاول تركز على ذي الشغلات، انا بدي تفيدك بعدين لما ناخذ البايو ساينثيسيس. فهذا هو الاستراكشر. عندك هنا رومان، الرومان الارقام الرومانيه، الارقام العربيه والجريك. الارقام الرومانيه اللي هي هاي، هاي هنا اللي هي واحد واحدين ثلاث خطوط اي في والى اخره، هذا اللي يرقموهن بالنسبه للبايرول. عندك كم بايرول؟ اربعه، فهذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثه، هذا اربعه. فالارقام الرومانيه يرقمون بها بايرول. الاربك الاربك نيم، يعني الاربك نيم شنو؟ يعني مو ارقام عربيه وانما ذن الارقام اللي هي 1 2 3 4 5 والى اخره. هاش يرقمون بيهن؟ يرقمون بيهن الكربونات ذني، اكو 8 كربونات هنا، هذن الكربونات نقدر نربط بيهم اي شيء، مثلا مثل فانيل. هسه راح ناخذ شغلات، شغلات اساسيه راح نربطها بشنو؟ بهذن الكربونات. فهذن الكربونات كلش مهمه، وهسه بعدين راح نشرح يعني نتعمق بهن اكثر. فهاي الارقام الاربيك. بالنسبه للجريك الاغريقيه راح نرقم بيها شنو؟ البريدج اللي هم هذولي الزوايا. الارقام الاغريقيه اللي هم هذول الفا بيتا جاما والى اخره، تشوفون. فهذن الارقام الرومانيه. هسه هذا البورفرين اللي شرحناه وعرفنا يعني شنو من شنو متكون والاشياء اللي تربطه، قلنا اكو كربونات، هذا الكربون وهذا 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 اللي نسميهم بالاربك نيم، نعطيهم 1 2 3 4 5. هذول ايش بيهم؟ حيتصل بيهم شنو؟ ال يعني السبستيوتنت، يعني مثل عندك المثل ممكن يرتبط بهم مثل، ممكن يرتبط بهم فنل، ممكن يرتبط بهم اسيتك اسيد، ممكن يرتبط بهم برابونيك اسيد. خوش، فهذين الشغلات اللي ممكن ترتبط بهذا الكربون. ماشي، فعندك حرف اي اللي هو اسيتك اسيد، حرف في اللي هو فنل، ام مثل، بي بروبونويك اسيد. هذولي فهذولي اربع حروف تحفظهم يعني. فممكن بالبورفرين يرتبط، يعني عندك هنا ممكن يرتبط البي، ممكن يرتبط الفي، ممكن يرتبط الام والى اخره، يعني من هاي السبستيوتنت.
فأدى كذا أن الأربعة اللي ممكن ترتبط وين؟ ممكن ترتبط بالكربون هاي الفوق. فهي هاي يعني فتشي بسيط وسهل، ومجرد يعني تحفظ هنا أن أربع أحرف اللي M V B وال A وياهم. ال M مثل ال V فانيل، ال P اللي هي بروبون نويك أسيد، وال A اللي هي الأسيتيك أسيد. ماشي، فهو هذا يعني فتشي بسيط. عندك تسمية البورفورينز. البورفورينز شلون نسميهم او شلون نقسم التسمية مالتهم؟ القسم الاول حيكون الورد الكلمة، والقسم الثاني حيكون النمبر اللي هو الارقام. ماشي، فعندك اول شيء حنبدي بالورد يعني الكلام الكلمات. عندك ثلاث كلمات اللي هي اوروبورفورين، كبروبورفورين، وبروتوبورفورين. الاورو بورفورين اللي هو بالاورو هذا شنو بي؟ بي حرفين، اللي هو حرف الاي يعني استيك اسيد، وبي حرف البي اللي هو بروبانويك اسيد، فيحتوي على هذول الحرفين. فالاورو بورفورين شو يكون؟ يحتوي على الحرفين اللي هو الاي ويحتوي على البي. عندك ثاني واحد اللي هو كابرو بورفورين اللي راح يحتوي لك على الحرف الام والبي، هو نفس اللي فوق بس شنو اتغير؟ الاي انقلب الى شنو؟ الى ام. ماشي، الاي اللي هو استيك اسيد شلون راح ينقلب الى الام اللي هو المثل؟ راح يصير للاي اللي هو استيك اسيد حيصير له ديكربوكسيليتد ويتحول الى حرف الام. يعني هذا مثل ما تشوفون هذا الاستراكشر مال الاستيك اسيد مال الاي، شلون راح يتحول الى ام؟ انه يصير له ديكربوكسيليتد، يعني راح نحذف سي او 2 فحيصير عندك سي اتش 3، هاي وحده وهاي اثنين سي اتش 3. فال A انقلب له الى الام عن طريق شنو؟ ديكربوكسيليتد، فحصلنا على ال M. زين، عندك البروتو بورفورين راح يتكون من ال M وال P نفس الكابرو M و B، بس بالاضافه الى شنو؟ الى V. هذا ال V، ال V شلون راح نحصل هذا ال V؟ انه يقول لك سم P شويه من ال P اللي هو بروبانويك اسيد راح يصير له ديكربوكسيليتد لما يتحول الى V اللي هو الفانيل. ماشي، فشويه من هذا البي حيصير له ديكربوكسيليتد ويتحول الى شنو؟ الى هذا الفي. فالبي يصير له ديكربوكسيليتد، شوفوا راح نحذف هذولي اثنين، فش يبقى لنا؟ راح يبقى لنا هذول الاثنين اللي هو شنو؟ يمثلون البروبانويك اسيد. خوش، فهاي يعني بالنسبه للوردز ما بيها شيء، سهله وبسيطه. هسه راح نجي على شنو؟ على النمبر بالسلايد اللي بعده. عندك بالنسبه الى النمبر اللي هو حيكون اما رقم واحد او ثلاثة. خوش، يعني شنو الفرق بيناتهم؟ يعني انت بس تعرف الفرق بين الواحد والثلاثة. رقم واحد يكون منظم regular، يكون مثلا A ورا جاي B، ال A ورا جاي B، A B A B، يعني منظم ال A يجي ورا B دائما A B، فواحد بصف الله خسائر. من اللي يكون رقم ثلاثة اذا نشوف مثلا يورو بورفورين وبصفها رقم ثلاثة ثلاث خطوط، فمعناها مالتها ال substitutant يعني الشغلات اللي نخليها ترتبط بالبورفورين شو تكون؟ غير منتظمة، يعني مو مثل هذا AB AB، لا شوفوا AB 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 وراها جت شنو؟ بيات اثنين واحدة ورا الثانية، يعني شنو؟ غير منظم. فالشكل شنو صار؟ غير منظم، فلذلك شو يحطوا له رقم ثلاثة. بينما إذا كان الشكل منظم فشي يخلوا له؟ خلوا له شكل يعني واحد، يحطوا له رقم واحد. مثلا نوضحها اكثر على هذا الاستراكشر، شوفوا مثلا الريجولر حيكون هنا اي رقم 1 اي رقم 2 بي رقم 3 اي رقم 3 اي ورقم 4 بي رقم 5 اي رقم 6 بي رقم 7 اي رقم 8 بي. هذا شو نسميه؟ نعطي رقم شنو؟ واحد، سيريس واحد، يعني رقم واحد بالنسبه للنمبر. بينما الثلاثه ايش حيكون؟ الثلاثه حيكون اي بي، ما راح يجي وراها اي، لا حيجي وراها شنو؟ هنا مكان هاي الاي يجي وراها بي، فصار شنو عندك؟ بيات اثنين واحدة ورا الاخ او ثلاثة واحدة ورا الاخ، فشي يكون شكل غير منظم، فننطي شنو؟ رقم ثلاثة. فهاي حبيت اوضحها لكم. لا ال water solubility of porphyrin حيكون ال oro porphyrin حيكون more soluble، حيكون water insoluble. يعني ال cobro porphyrin حيكون نص ونص، يعني وسط. بينما البروتو بورفورين حيكون شبيه؟ حيكون للسوليوب، ما يذوب بالماء. ماشي، فده يقول لك انه الاورو بورفورين هذا شبيه ووتر سوليوب. فالووتر سوليوب نقدر نخليه يطلع وين؟ ويا اليورين اكسكريتد مالته، طريقه الخروج مالته عن طريق اليورين
فيكتني هاي يصير لهاي الشغله. بينما السو سوليوب يعني اللي ما يذوب بالماي ما راح يطلع باليورين وانما راح يطلع شنو ويا الفيسز في جي اي تي. فهذا اللي يقوله. الشغله الثانيه اللي يقول لك الاوروبورفرين هي ادى 8 كاربوكسيليت يعني ادى 8 سي او او اتش اللي هي كاربوكسيل جروب ادى 8 كاربوكسيل جروب. الاوروبورفرين الكوبوربورفرين ادى 4 كاربوكسيل جروب والبروتوبورفرين ادى 2 شنو كاربوكسيل جروب. خلينا نجي على الاستراكشرات مالتهم عم نوضحها اكثر. طبعا ما مطلوب الاستراكشرات بس جاي اوضحها. عندك الاوروبورفرين ادى 8 كاربوكسيل جروب 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا الاورو. الكابرو كم كاربوكسيل ادى 1 2 3 4 بس. بينما البروتو حيكون شنو ادى 1 2. كل ما كان ادى يعني كاربوكسيل جروب هواي كل ما حيكون شنو ووتر سوليوب. والووتر سوليوب شبيه يطلع عن طريق اليورين. هذا بالنسبه لليورو اورو بورفرين. البروتو ادى 2 لس ووتر سوليوب فحيطلع عن طريق شنو الفيسز في جي اي تي ماشي. فهذا يعني شغله من يعني سهله ما بيها شيء. عندنا هنا ملاحظات الهيمي هنا يقول لك من شنو متكونه. متكونه من ارون زائد بورفرين هاي شيء عرفناه. عندك الكلوروفيل صبغه الكلوروفيل يعني موجوده بالنباتات من شنو متكونه. متكونه من مغنيسيوم زائد بورفرين يعني تقريبا تشبه الهيمي بس ويا شنو مكان الارون اكو مغنيسيوم ماشي. فهاي همين يعني تحفظون خفيجين. طبعا الهيمي مهم كلش وموجود بعدة شغلات. مثلا عندك الهيموجلوبين يعني كلنا نعرف انه الهيموجلوبين هو يعني موجود بالدم ووظيفته شنو نقل الاكسجين الى الخلايا. عندك المايوجلوبين اللي هو شنو يخزن الاكسجين للعضلات يعني انت المفروض قارين قبل التو. سايتوكروم سي هذا ماخذيه بالفارما اللي هو شنو هو مسؤول يعني اخذنا ابو السي الوحده سايتوكروم سي اخذناه بالالكترون ترانسبورت تشين هم اذا تذكرون. بس ابو ال 450 سايتوكروم 450 هذا اللي اخذناه بالفارما اللي هو مسؤول عن شنو عن الاكسده او يعني يخلي لك الزينوبايوتيك او الادويه يسويها مر ووتر سوليوب على مود شنو يطلعها خارج الجسم. فهذا اخذناه بالفارما بالتفصيل. عندك الكاتاليز كاتاليز هذا شنو يخلصك اخذناه من اتذكر اخذناه بالليبيد اذا تذكرون. هذا الانزيم كاتاليز كان يخلصنا من البيروكسايد. الوحيد اللي ماخذين اللي هو تريبتوفان بايروليز اللي يسوي اكسيدا او اوكسيديشن اوف تريبتوفان. هذا الوحيد اللي ماخذين ماشي. فخلصنا هذا الجدول مسوي اني الموضوع. عندك مثلا الهيمي راح يتكون من بورفرين وارون. ولما نسوي ديجريديشن تكسير للهيمي راح يتحول الى بايل بيجمنت زائد شنو زائد ارون. يعني هاي بالاخير راح ناخذ التكسير هذا. البورفرين هو عباره عن 4 بايرول زائد ميثيلين بريدج هذا اللي شغله اللي عرفناها. وبال اكو كربونات مال البورفرين حيتصل اما ام في بي اي هذول الاربع اللي عرفناهم. التسميه حتكون اما حسب الورد او النمبر. الورد هو اورو بورفرين حيحتوي على اي بي. الكابرو بورفرين حيحتوي على ام بي لان الاي تتحول الى ام عن طريق ديكاربوكسيليشن. والبرور بورفرين البروتو بورفرين حتحتوي على ام بي في وقلنا شويه من البي حيتحول الى شنو الى في. بالنسبة للنمبر قلنا رقم واحد ريجولار يعني مرتب. هذا رقم ثلاثة ريفيرس او غير مرتب مثل ما تشوفون هنا اكو بي ورا بي واحدة ورا الثانية صايرة فشغلة غير مرتبة. السوليوب الاورو حيكون شنو عدة 8 كاربوكسيل جروب ويكون موتر مور ووتر سوليوب يطلع عن طريق اليورين. البروتو حيكون للسوليوب ويطلع عن طريق الفيسز. الهيمي قلنا يتكون من بورفرين وشنو الاف اللي هو الارون. والكلوروفيل صبغة الكلوروفيل هاي الصبغة الخضراء لا اللي موجودة بالنباتات راح تتكون من بورفرين زائد شنو مغنيسيوم. آخر شغلة اللي هو الجدول لأن الهيموجلوبين الهيمي شنو وظيفته موجود بالهيموجلوبين ينقل الأكسجين بالمايوجلوبين يخزن الأكسجين بالعضلات. سايتوكروم سي فادنا بالإلكترون ترانسبورت تشين سايتوكروم 450 اللي فادنا بالفارما إذا تذكرون يطلع يخلص الجسم من الدراج أو الزينوبايوتيك. كاتاليز هذا الإنزيم أخذناه وين أخذناه قلنا بالليبيد يخلص الجسم من ال H2O2 والبيروكسايد. التروبتوفان هذا البايروليز الوحيد اللي ما اخذناه اللي يسوي اوكسيديشن للتروبتوفان. Synthesis of Heme تصنيع الهيمي شلون راح نصنع الهيمي.
وشون جيمي راح يصنع بجسمنا عن طريق 8 خطوات، بس راح اشرحها لكم بالتفصيل وسهله كلش، بس شويه يحتاج لها اعاده زائد حفظ وضبط، وهي ما بيها شيء كلش سهله، فيعني بس خلي اكتبها الخصها ونرجع اشرح. سينثيسيس اوف هيمي يعني هو سهل وثمان خطوات وما بيها شيء يعني بسيطه. الهيمي ما راح يصنع، يصنع 85% من عنده، يعني الكميه الاكبر راح تصنع من عنده وين؟ بالبون مارو، بنخاع العظم مثل ما تعرفون، يعني هو يعني الهيمي يصنع بنخاع العظم بالغالب بالبون مارو، والباقي يعني ال 15% اللي بقت من الهيمي راح تصنع وين عندك؟ بالهيباتوسايت يعني بالخلايا الكبديه، يعني بالكبد 15% بالكبد و 85% بالبون مارو. زين هيصير بثمان خطوات، كم خطوه؟ 8 ستيب اللي هي 1 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 وال 6 وال 7 وال 8 خوش، هذول وين راح يصيرون؟ بالميتوكوندريا. بينما 2 3 4 5 حيصيرون وين؟ بالسيستول، هذول يعني تحفظون 1 6 7 8 وين؟ بالميتوكوندريا. هاي الفجوه اللي بيناتهم اللي هنا وين تصير؟ اللي هي 2 3 4 5 بالسيستول خوش. فهاي يعني خطوات، فعندك اول خطوه اللي هي هاي تصنيع الامينو ليفونيليك اسيد او ال ALA، رمز له هذا الرمز. شلون راح نصنع هذا الهيمي؟ الهيمي طبعا احنا مثل ما قلنا انه موضوعنا كله على الامينو اسيد، فالشغلات اللي راح نكونها او سبيشالايزد برودكت راح نكونها من امينو اسيد، فالامينو اسيد اللي راح نحضر من قد الهيمي اللي هو الجلايسين. الجلايسين راح يتحد ويا سكسينال كوي، السكسينال كوي طبعا المين جاي جاي من سيتريك اسيد سايكليك، يعني نعرفه مين جاي، فيتحد ويا الجلايسين ويكون لنا الالفا الليفونيليك اسيد او المعروف بال ALA عن طريق انزيم اسمه ALA سينثيز. خوش، هذا الانزيم يعني سهل وبسيط، راح نكون ال ALA عن طريق ALA سينثيز. هذا الانزيم راح يحتاج BLP بايرودوكسيل فوسفيت اللي هو فيتامين بي 6 خوش، ويعتبر هذا التفاعل ريت ليميتنج ستيب، يعني اذا وقف هذا التفاعل الهيمي كله حيوقف. مثل ما تشوفون هنا عندك الجلايسين والسكسينال كوي حيتحدون عن طريق هذا الانزيم، بوجود بايرودوكسيل فوسفيت حينطيك الالفا امينو ليفونيت او الالفا امينو ليفونيليك اسيد اللي هو معروف بال ALA. يعتبر هذا الانزيم ال ALA سينثيز يعتبر ريت ليميتنج ستيب، يعني اذا وقف هذا التفاعل مال الهيمي سينثيسيس راح كله راح يوقف. خوش، فكملنا الخطوه الاولى وين تصير؟ بالميتوكوندريا. التفاعل اللي بعده اللي هو راح نجيب اثنين من ال ALA اللي هو الفا ليفو او الامينو ليفونوليك اسيد، هذا اللي حصلناه نجيب اثنين من عنده نطبقهم اثنيناتهم سوا ونحذف من عندهم جزيئه ماء عن طريق انزيم اسمه دي هايدريتيز. هايدريتيز اضافة جزيئة ماء، دي هايدريتيز حذف جزيئة ماء، فراح نحذف جزيئة ماء من هذول الاثنين ماشي، نطبقهم اثنيناتهم سوا ونحذف من عندهم جزيئة ماء، فراح يتحول الى شنو؟ مركب لازم تدرخ لي اللي هو شو اسمه؟ بورفوبيلينوجين. بورفوبيلينوجين وخلاص هذا التفاعل الثاني. نجي نوضح اكثر هنا، هنا يعني بالهذا اوضح صاير. عندنا مثل ما تشوف تو موليكيول اوف شنو؟ اوف امينو ليفونيليك اسيد اللي هو ALA. راح يتحدون اثنيناتهم سوا. فلما يتحدون عن طريق انزيم اسمه ALA dehydratase، يعني هذا جزيئه ماء حنحذفها. شوف هاي جزيئه ماء الاولى H2O تنحذف، وهاي جزيئه ماء الثانيه اللي هي ال H2O همين راح تنحذف. ف 2H2O طلعت برا حذفناها. خوش، عن طريق انزيم اسمه ALA dehydratase وطاك مركب اسمه بورفوبيلينوجين، هذا المركب اللي لازم تحفظه. هيا بهذا البساطه طاك هذا المركب. فدي يقول لك هنا 2ALA اثنين من ال ALA مولكيول راح يخليهم ينطبقن اثنيناتهم سوا ويكونون لك مركب اسمه بورفوبيلينوجين ماشي، واللي يمثل لك ذا فيرست بايرول، يعني اول بايرول راح تتكون هنا عندك بالخطوه الثانيه. طبعا هاي الخطوه الثانيه بالسيستول، لا تنسون لان 2 3 4 5 بالسيستول عن طريق هذا الانزيم راح يكون لنا هذا الشيء. فاذا تشوفون هذا بدي تشوفوا هذا البايرول، اول بايرول تكون عندك، اذا سالك اول بايرول تكون عندك شو وقت؟ تقول له بالخطوه الثانيه مال الانزيم اللي اسمه ALA dehydratase. هذا الانزيم ابو dehydratase اكفت شغله ثابته توقفه، شنو اللي يوقف لك اياه؟ لازم تدرخه تحفظه، اللي هو الليد، الرصاص الليد راح يوقف لك ال ALA dehydratase. كمان
الخطوة الثالثة راح نجيب أربعة بورفيبينوجين. ليش راح نجيب هذول الأربعة؟ ليش؟ لأن بورفيبينوجين راح يكون شنو؟ يحتوي على بايرول رينج وحده. احنا الهيمي مالتنا ايش كم بايرول رينج بي؟ بي أربعة مثل ما تعرفون. فلازم نجيب أربعة من هذا البورفيبينوجين. أربعة من عنده أنا شنو يتكون عندنا هذا الشكل، ويبدأ يعني يتكون عندنا الهيمي يعني. طبعا يرتبط عن طريق ميثيلين وميثينايل. فراح نجيب أربعة بورفيبينوجين ونطبقهم كلهم سواء عن طريق إنزيم اسمه، يعني عندك إنزيمين اسمين لهذا الإنزيم، أما يورو بورفيبينوجين بورفينوجين 1 سينثيز أو هيدروكسي ميثيل بيلين سينثيز. ماشي، واحد من هذين الاسمين الإنزيمين حينطوك في شغلة اسمها هيدروكسي ميثيل بيلين، بس بهاي البساطة. فخطوة سهلة يعني، شلون تحصل الهيدروكسي ميثيل بيلين اللي يحتوي على أربعة بايرول عن طريق أدنى جبنا الفور مولكيول اوف بورفيبينوجين. تشوفون بي شنو هذا البورفيبينوجين؟ بي واحد بايرول. فإذا نجيب أربعة هيصير أدنى أربعة بايرول، فهيتكون أدنى شنو؟ تترا بايرول، يعني أربعة بايرول اللي نسميه هيدروكسي ميثيل بيلين عن طريق إنزيم اسمه يوروبيلينوجين يورو بورفيرين نوجين 1 سينثيز، أو إنزيم اللي هو اسمه الأخ هيدروكسي ميثيل بلين سينثيز. خوش، فاذا الانزيمات عندك يعني اللي تكون لك هذا الشيء. الخطوه الرابعه حصلنا هسه شنو؟ هيدروكسي ميثيل بلين. هذا الهيدروكسي ميثيل بلين ايش حيكون؟ يحتوي على اربع بايرول. تخيلهم دول الدوائر هم اربع بايرول، واحد بصف الاخ صايرين لاينر، يعني مو حلقه، مو هيجي، مو هيجي واحد متصل بالاخ، لا، وانما صايرين شنو؟ لاينر، حلقه. فهسه بهاي الخطوة الرابعة راح شو نسوي؟ نسويهم حلقة، نسويهم سايكليزيشن، راح نسوي لهم يعني سبونتينيوس سايكليزيشن عن طريق انزيم اسمه يورو بورفينوجين 3 سينثيز. هذا راح يسوي لك هذا الهيدروكسي ميثيل بلين حلقي. فراح يسوي عبارة عن حلقة، تشوفون هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا كذلك اللي الثاني. فهتحصل على يورو بورفينوجين تايب 1، وحتحصل على يورو بورفينوجين تايب 3، حتحصل على الاثنين. تايب 1 قلنا شنو حيكون؟ منظم بي اي بي اي، هذا حيكون لا اي بي بي اي، حيكون شكله يعني الريجولار غير منظم. اللي راح نحتاجه احنا اللي هو الشكل الغير منظم هذا، فاللي راح نكمل عليه اللي هو هذا. فهذا شلون حصلت يورو بورفينوجين 3؟ عن طريق انزيم اسمه يورو بورفينوجين 3 سينثيز، راح يسوي لك سايكليشن، لمنو؟ سايكلايزيشن لللاينر تترا بايرول اللي هو هيدروكسي مثل قلنا، حيكون هيك شكله عبارة عن أربعة بايرول واحد بصف الأخ، وتنطيك الشيء اللي اسمه يوري بورفيرينوجين تايب 3 اللي هو هذا اللي راح نحتاجه احنا. كلش سهلة وبسيطة عندك، شلون تفهمها يعني؟ تفهمها كلش بسهولة كلش. باو عندك اليورو بورفيرينوجين هذا اللي حصلناه بهذيك الخطوة، تتذكره؟ هذا كم كاربوكسيل جروب عنده؟ تذكر كان عنده 8 كاربوكسيل جروب. ايش قد؟ 8 كاربوكسيل سي او 2 جروب. ايش راح نسوي؟ راح نسوي له دي كاربوكسيليشن، يعني راح نطلع سي او 2 نحذفه من هذا يورو بورفيرينوجين. فراح نحذف 4، راح يصير عندك ايش كم سي او 2؟ راح يصير يبقى سي او 2 4 سي او 2. زين، منو مركب اللي بيه 4 سي او 2؟ تتذكره؟ اللي هو الكوبرو بورفيرينوجين 3 اذا تتذكر. يعني خلى عيدها، خاف واحد ما فهم الخطوه هاي، راح نسوي ديكاربوكسيليشن يعني حذف سي او 2. عندك الاورو بورفيرينوجين حصلناه بذيك الخطوه، الاورو يعني معناه 8 سي او 2. خوش، راح نحذف بهاي الخطوه 4 سي او 2. شوفون حذف 4 طلعت، فيبقى قد عندك ايش كم سي او 2 يبقى عندك؟ يبقى عندك 4 سي او 2. لما بقى عندك 4 سي او 2 يعني شنو اسم المركب مالتك؟ اسمه كابرو بورفيرينوجين، يعني تحافظ انه اللي عنده 4 كاربوكسيل جروب هذا اسمه كابرو بورفيرينوجين. خوش، فحصلت هاي الشغلة مثل ما تشوفون، هذا الاسيتيك اسيد، اربعة اسيتيك اسيد تحولت يعني من اي بي تحولت الى شنو؟ الى ام بي. قلنا الاي حتتحول الى ام عن طريق شنو؟ دي كاربوكسيليشن، وهذا الشيء شرحته لي قبل شوية، خلينا نرجع له. وينه؟ عندك هنا اذا تتذكر، وهذا اذا انت فاهم هذا يعني الدحكي كله فهمته، يعني يقول لك انه عندك الاورو بورفيرينوجين هو اي يو بي،
يعني هو عبارة عن 8 CO2. راح شنو هو الأربعة؟ نحذف من عنده 4 CO2 فيصير شنو؟ 4 CO2 تبقى اللي هي الكابرو. لما سويناها 4 CO2 ايش حولنا؟ حولنا الـ A إلى M. شلون نحول الـ A إلى M؟ قلنا نسوي decarboxylation للـ A اللي هو الأسيتيك أسيد. نرجع هنا شوفوا هذا الأسيتيك أسيد الـ A حرف A، سوينا له decarboxylation حذفنا الـ CO2 فتحول شنو؟ صار عندك بس CH3 اللي هو الـ M، فتحول من A إلى M. خوش، فهو هذا يعني اللي دي يقولوا هنا، فشي بسيط وسهل. حصلت على كابرو بورفيرينوجين 3 عن طريق انزيم اسمه يور بورفيرينوجين ديكاربوكسيليز، لين احنا نسوي ديكاربوكسيليز. وطبعا خطوه سهله وبسيطه وما بيها ايش، لا تهمين خطوه سهله. عندك الكابرو شلون تحوله الى بروتو؟ هذا الكابرو اللي قبل شوي حصلته شلون تحوله الى بروتو؟ هذا عباره عن 4 CO2 وهذا 2 CO2. شلون نحول ال 4 CO2 الى 2 CO2؟ عن طريق انزيم اسمه ديكاربوكسيليز. اما هنسوي ديكاربوكسيليز هنهدف CO2 حتطلع 2 CO2، ف 4 ناقص 2 هيبقى عندك شنو؟ 2 اللي هي شنو تمثل لك؟ البروتو بورفيرينوجين. بس هذا التحويل مال الكابرو الى البروتو او تحويل حرف البي، هذا يعني التحويل الى حرف البي، قسم من البي هيتحول الى في، يعني هيكون يمر بخطوتين، يعني مو بس ديكاربوكسيليشن، مو بس حذف CO2، هيصير عندنا حذف CO2 زائد حذف H، راح نحذف H زائد CO2، على مود يتحول عندنا P اللي هو البروبيونيك أسيد إلى V اللي هي فينل. خوش؟ خلي أعيدها للي مفهم. عندك الكابرو حيتحول إلى بروتو. كابرو هو عبارة عن 4 كربوكسيل جروب، البروتو هو عبارة عن 2 CO2 يعني 2 كربوكسيل جروب، فراح نحذف 2 CO2 فراح يعني نحذف من الأربعة 2، ايش حتحصل؟ على 2 CO2 اللي هي نسميها بروتو. شلون صار هذا الحذف؟ عن طريق حولنا حرف ال P هذا، احنا مو قلنا 2 حنحذف اللي هو هذا البي وهذا البي، حذفنا من عنده CO2 من هذا البي وهذا البي فتحول الى شنو؟ فالين، هذا الفي وهذا الفي. زين، بعد حيتضمن خطوه ثانيه اللي هي دي هيدروجينيز او اوكسيديز على نفس الانزيم هذا. هنسوي اوكسيديز، نحذف اتش بعد اتشات 2 نحذف على مود شنو؟ تحصل على الفالين عن طريق انزيم اسمه شنو؟ اسم الانزيم اسمه كاربو بورفيرينوجين اوكسيديز. ليش اوكسيديز؟ ليش؟ لان راح نحذف اتشات. خليني اشوفكم هناك يعني بصورة أوضح إيش حيصير. إحنا قلنا ال P تحول إلى V، عندك 2 P هنحولها إلى شنو؟ 2 V. شلون؟ عن طريق ديكاربوكسيليز، دي سي معناها ديكاربوكسيليز، وعن طريق ديهايدروجينيز. ماشي، فديكاربوكسيليز هذا ديكاربوكسيليز بسيط سهل كلش، إنه هذا CO2 حتنحذف. ديهايدروجينيز أو أوكسيديز يعني الاسم الثاني للديهايدروجينيز المفروض تعرفوه، هو حذف اتش، راح نحذف اتشات، راح نحذف هاي الاتش وراح نحذف هاي الاتش الثانيه مال هاي، فايش حيبقى عندك؟ طبعا نضيف اصلا مزدوجه فحيصير عندك CH CH2. زين، حصلت هذا المركب اللي هو اسمه فانيل، فحولنا 2 P الى 2 V، يعني سوينا هدفنا 2 CO2 زائد حذفنا اتشات، زائد اتشات هم انحذفت، فصار عندك هذين الحذفين. خوش، في هاي الخطوة السادسة حصلت على البروتو بورفيرينوجين 3 بسهولة، يعني خطوة سهلة تعتبر. تجي على الانزيم اللي بعده او الخطوة اللي بعده. باو، انت حصلت شنو هسه؟ البروتو هذا قبل شوي حصلت، امورك تمام. هذا البروتو بورفيرينوجين، احنا ما نريد بورفيرينوجين، نريد بورفورين، بروتو بورفورين نريد احنا. البروتو بورفيرينوجين، بس اريد اوضح لك، انتبه لي هنا، ركز لي على هذا المستطيل. شنو الفرق بين البروتو بورفيرينوجين والبروتو بورفورين؟ الفرق بيناتهم بالجسر اللي يربطهم، البريدج، الجسر اللي يربط بين البايرول. الجسر مال اللي يربط بين البايرول، اللي يربط بين البورفورين، احنا نعرفه ليش اسمه ميثيلينيل جروب، اللي هو يكون عباره عن سي اتش دبل بوند منا ومن هنا بس عصره واحده، هذا اللي يربط. بينما هذا نسميه ميثينايل. خوش، بينما اللي يربط بالبورفيرينوجين اسمه شنو؟ ميثيلين، اسمه ميثيلين. شنو اسمه؟ ميثيلين. الميثيلين يختلف، مو سي اتش وبي اثرتين مزدوجه واثره مفرده، لا، وانما يكون سي اتش 2 واثره مفرده منها واثره مفرده منها. فاحنا لازم نحول الجسر من هذا الى هذا. خلينا نكتبه هنا يصير اوضح يعني. باو، احنا عندنا
بروتو بارفرين اوجين. اوجين يعني شنو؟ عباره عن اربعه بايرول ومرتبطه بشنو؟ هذا الرابط مالتها اللي هو سي اتش 2 واللي يربط بيناتهم. هذا سي اتش 2 اللي يربط بيناتهم CH2. احنا نريد شنو؟ نحول بورفرينوجين الى بورفرين. البروتو خلي اكتبه يعني البروتو بورفرينوجين ابو النوجين الى شنو؟ الى بروتو بورفرين. شلون راح نحوله؟ انه نحول هذني تشوفوه هنا CH2 الى شنو؟ الى CH. عصر كم مزدوج منه وعصر مفرده منه. زين شلون راح نسوي هاي الشغله؟ انه نحذف اتشاي، نحذف اتشاي منه ونحذف اتشاي منه ونحذف اتشاي منه ونحذف اتشاي منه. يعني حذف اتش، شنو الانزيم اللي يحذف عندك اتش؟ اسمه ديهايدروجينيز، دي اتش اللي هو ديهايدروجينيز، او اسمه الثاني اللي هو الاوكسيديز. فراح نجيب انزيم اسمه اوكسيديز او بروتو بورفرين نوجين اوكسيديز. انا ودي نحذف ذن الاتشات وش يتحول عندك الى سي اتش دبل بوند منه ومنه عصره واحده. تفتهم شلون؟ هذا اللي اريد اوصله لك. انا ودي نحول الميثيلين الى ميثينايل. خوش. فالخطوه مالتنا اكو انزيم اسمه اوكسيديز، حذف اتشات اسمه بروتو بورفرينوجين اوكسيديز، راح يحول لك الميثيلين الى ميثينايل. خوش. يعني حيحذف، شوف هاي هنا عندك اتشات اثنين تحولت الى اتش واحده. شلون تحولت؟ عن طريق انزيم اسمه اوكسيديز. الاوكسيديز حذف هاي، حول لك اياه الى هذا، وحصلت على هذا المركب. يعني فلهنا احنا شنو حصلنا؟ حصلنا على البروتو بورفرين. البروتوبورفرين راح تمر بخطوة أخيرة، أنا مود تتحول إلى هيمي. فرين حصلته أنت، حنضيف له شنو؟ حديد. لأن إحنا قلنا الهيمي من شنو يتكون؟ من أرون، هذا الأرون اللي بالنص، زائد شنو وياه؟ زائد وياه بورفرين اللي هو بروتوبورفرين 3، فينطيك شنو؟ ينطيك هذا الهيمي. فالهيمي شنو مكونه؟ إف إي زائد بورفرين. بورفرين. فالبورفرين هذا حصلته، والاف اي راح يجي شنو اللي هو الارون، حيجي يعني من الديت، راح يتكون عندك شنو؟ حيتكون عندك الهيمي، وتعتبر هاي الخطوه الاخيره عن طريق انزيم اسمه هيمي سينثيز، يعني نكون الهيمي، او فرو كليتيز. هذول الانزيمين يعني لازم تحفظهم. هذول الانزيمين يعني اثنيناتهم عندهم نفس الشغل، راح يثبطون بواسطه الليد. خوش. فعندك الليد راح يثبط لك، او الرصاص راح يثبط لك التفاعل الاول والتفاعل الاخير. شوفوا يعني هنا عندك التفاعل الاول او التفاعل الثاني اقصد، اللي هو الديهايدريتيز اللي كنا نهدف به جزيئتين من الماء، هو راح يثبط الليد. يعني الثاني والثامن الليد يثبطهم هذول الانزيمات. خوش. فهنا نكون كملنا تصنيع الهيمي. راح ناخذ شنو؟ الريجوليشن مال الهيمي، وسهل كلش وبسيط يعني. هسه راح ناخذ الريجوليشن. الريجوليشن عندك الانزيم الاساسي اللي مال الهيمي اللي هو الاي ال اي او امينو ليفونيليك اسيد سينثيز، هذا هو الانزيم الاساسي. باو وياي يعني. الهيمي في حالة زيادة الهيمي، يعني زيادة الهيمي بالجسم، برأيك الإنزيم اللي اسمه ألفا أمينو إيفونيليك أسيد سينثيز هذا شبيه حيقل ويزيد؟ يعني أنت عندك هيمي هواية، وهذا الإنزيم يصنع لك هيمي، يحول لك يعني الأمينو أسيد إلى شنو؟ إلى هيمي. فإذا زاد عندك الناتج، الناتج زاد بعد تحتاج تحول الأمينو أسيد هذا الى هيمي؟ لا بعد ما تحتاج، لان يعني الناتج مالتك اللي هو الهيمي زاد. فهذا شنو الانزيم؟ حيثبط. في حالة زيادة الهيمي راح يثبط شنو؟ هذا الانزيم. في حالة قلة الهيمي صارت السالفة بالعكس، الهيمي قل، الهيمي قل. زين شنو ممكن يسبب لك قلة بالهيمي؟ اكو ادوية اسمها اللي تشتغل، او الزيد السايتوكروم 450، هذا السايتوكروم نعرفه اللي يسوي اوكسيدايز، في اكسيد الهيمي. الهيمي لما تتاكسد يعني راح تتحلل وتصير لها ريدريجيشن وتتكسر وتقل. فهاي الادويه اللي هي السايتوكروم 450 يعني اغلبكم يعرفها قاريها بالفارما، راح تقلل لك شنو؟ راح تقلل لك الهيمي. وبالتالي لما يقل الهيمي يعني قل عندك الناتج، تحتاج تحول الامينو اسيد الى هذا الناتج القليل. اي لان يعني عمود الزيده احنا نحتاج نزيده، فمنو راح يزيد؟ راح يزيد عندك الالفا امينو ليفونوليك سينثيز، هو اللي هذا راح يزيد. خوش. فهذا الريجوليشن يعني بسيط كلش، هو يعني ما بي شيء. فهو هذا اللي يقول هنا كله هسه شرحته، يقول لك فيدباك ريجوليشن او الوستريك مثل ما تعرف مال الناتج اذا زاد او اذا قل. في حال زياده الهيمي هذا من راح يثبط الاي ال اي سينثيز، وعرفنا شلون يثبط. في حاله زياده قله الدبليشن، دبليتيشن اللي صار للهيمي بول
يعني تكسر الهيمي. من اللي يكسر السايتوكروم 450، اكو ادويه تزيد لك هذا السايتوكروم، فبالتالي يتكسر الهيمي. ولما يقل الناتج نحتاج شنو؟ نزيد يعني الامينو اسيد، نزيد انه الامينو اسيد يتحول الى هيمي عن طريق نزيد هذا الانزيم اللي اسمه ALA synthase. سبستريت افيلابيلتي يعني الاشياء المساعده، يقول لك لازم اكو حديد هذا الانزيم اللي اسمه فيرو كولاتيز اللي هو اخر انزيم كان عندنا تفاعل 8، لازم طبعا اكو حديد انا موجي يشتغل هذا الانزيم، لان قلنا الحديد الفرس زائد البورفورين عن شو يكونك الهيم، فلازم عندنا هاي الشغله. اوجه الاختلاف بين البورفورينوجين والبورفورين، شنو الاختلاف بيناتهم؟ المفروض هسه تعرف اول اختلاف بدون ما نحكي، انه البورفورينوجين بي اتشات اكثر، مور هيدروجين اتومز، بينما وشنو؟ ليس دبل بوند، ما بي دبل بوند، بينما ذاك الاخ البورفورين بي دبل بوند وبي اتشات شنو؟ اقل. البورفورينوجين حيكون كلر ديس، بينما البورفورين حيكون كلر. البورفورينوجين ما ينطي فلورسنس اثناء الكشف مالته، بينما هذا حيعطي شنو؟ سترونج ريد فلورسنس اللي هو البورفورين. فاذا الفروقات لازم تعرفهم. راح ناخذ هسه الامراض والديس اوردر مال هيمي سينثيسيس. عندك الامراض حتقسم الى قسمين، اما جينيتك يعني يجي امراض جينيه، واحد ينولد بنقص بجين او خلل بجين بانزيم معين او نقص بانزيم معين، او اكوايرد مكتسبه، يعني راح يصير خلل بهذا الجين عن طريق تسمم. مثل عندك الليد بويزنينج، لان الليد تفاعل 2 و8 هذول الانزيمين مال هيمي سينثيسيس والهيمي ديهايدريتيز او الاي ال اي ال اي ديهايدريتيز، هذول ايش بيهم؟ حيوقفون عن طريق الليد، فهذا شو نسميه؟ اكوايرد، فالشغله مكتسبه يعني عن طريق تسمم. احنا مثل ما عرفنا ان البورفورين يصنع بالبون مارو وبالليفر، فاذا صار خلل فحيصير اما بالديفكت اوف بورفورين وين؟ بالبون مارو، او حيصير الديفكت وين؟ بالليفر، اما فهذني المشاكل. فاذا صارت مشاكل بالبون مارو فراح نسميه شنو؟ اريثرو بايوتيك بورفوريا، بورفوريا هذا المرض يعني راح نسميه اذا صارت مشاكل بالبون مارو، فاريثرو بايوتيك بورفوريا هذا الاسم اذا صار مشاكل بالبون مارو، بينما اذا صارت مشاكل بالكبد فنسميه هيباتيك بورفوريا، ماشي؟ هذا معناها اكو مشاكل بالكبد. اكزامبل اكوايرد بورفورينز، شنو المشاكل او شنو الاكزامبل على البورفوريز المكتسب، مشاكل بالبورفورين المكتسب اللي هي الليد. طبعا كلكم تعرفون الليد انه يسبب شنو؟ يثبط التفاعل الثاني والثامن اللي هو ALA dehydratase والفوركولاتيز او الاسم الثاني اللي هو اسمه هيمي سينثيز عن طريق الليد. هذول الاثنيناتهم راح يزيدون يسببون شنو؟ بارتفاع البروتوبورفورين. لما يرتفع البروتوبورفورين راح شنو؟ راح يسبب بتثبيط الفوركولاتيز، يعني باختصار بدون ما تدوخون نفسكم الليد راح يثبط لك رقم 2 و8، هذول الانزيمات الاثنين وهاي خلص. او الخلقي او الوراثي كونجنتال حيكون، اما او كونج اما حيكون كونجنتال او حيكون اكيوت. الكونجنتال حيكون خلل وين؟ خلل بال يور بورفورينوجين 3 سينثيز، بينما الاكيوت حيكون شنو؟ خلل بال هيباتيك يور بورفورينوجين 1 سينثيز. يعني هذول اثنيناتهم واحد بصف الاخ صايرين هنا تشوفوهم، هذول اللي هم المشاكل مال الهيديتري، الوان اللي هو الاكيوت والثري اللي هو الكونجنتال. هاي خلاص بس يشتغل على الامراض، يعني اذا سهل عليكم حفظ الامراض بهاي الطريقه. هذا هيسبب زياده بالتايب 1 بورفورين، وهذا هيسبب زياده بالاي ال اي والبورفيرينوجين. خوش، فاذا الشغلات يعني اللي يسوين نوت ملاحظه جوه، هاي ملاحظه من شرحناها تقدر تقول، قلنا احنا اكو ادويه هي اسمها زيد لك هاي الادويه، شو زيد؟ السايتوكروم 450، السايتوكروم 450 لما يزيد هيتاكسد الهيمي ويقل، ولما يقل الهيمي حيزيد شنو؟ حيزيد الاي ال اي سينثيز. فهو هذا اللي يقوله فوق، بس ايش يقول لك؟ منطيك هاي الدراج مثل شنو عندك؟ باربيتيوريت وجريسيوفلوفين. اذا الادويه الاثنين جريسيوفلوفين والباربيتيوريت هذول عباره عن ادويه تزيد لك السايتوكروم 450 وبالتالي تقلل لك الهيمي وتزيد لك الاي ال اي سينثيز. راح ناخذ هسه الكاتابوليزم اوف هيمي، تكسير الهيمي. الهيمي لما يتكسر ايش راح يعطيك؟ يعطيك الصبغه الصفراء اللي هي بايل بيجمنت، ماشي؟ فهو هذا اللي يعني اللي راح ينطينا اياه. فدي يقول لك هنا الانسان الطبيعي اللي هو يكون 70 كيلو غرام تقريبا كل يوم يكسر 6 غرام من الهيموجلوبين، يعني و يطلع وكل وال 1 غرام من الهيموجلوبين راح ينتج 35 من البيليروبين اللي هي الماده الصفراء اللي راح تنتج.
ماشي. فهو يعني باختصار هذا اللي فوق يقول لك شنو حيصير تكسير للهيمي، والهيمي لما يتكسر راح يعطيك شنو بيليروبين انه بايل بيجمنت. فنبدي بطرق تكسير الهيمي. اول طريقه هي كونفرتيشن اوف هيمي تو بيليروبين، شنو راح نحول الهيمي الى بيليروبين. طبعا حتكون هاي الخطوه الموقع مالتها السايت هيكون بالليفر سبلين انت بون مارو. تكسير الهيمي يعني الى بيليروبين، ويعني بالغالب يكون بالليفر يعني، وبعدين السبلين والبون مارو. خوش شلون راح تكسر الهيمي الى بيليروبين؟ اول خطوه طبعا انا مش ملخصها على هاي الصفحه مسويها كلش سهله. الهيمي هتتحول الى بيلي فيريدين وبعدين الى بيليروبين. هاي هيمي بيلي فيريدين بيليروبين. الهيمي شلون راح تتحول الى بيلي فيريدين؟ عن طريق هيمي اوكسجينيز. راح يجي انزيم اسمه هيمي اوكسجينيز يحول لك الهيمي الى بيلي فيريدين. ايش حيسوي هذا؟ حيضيف شنو اوكسجين. الهيمي اوكسجينيز حيضيف اوكسجين. خلونا نروح على الاستراكشر مال هذا. هذا هو البورفرين او نقدر نقول الهيمي، هو يعني بس بعد ناقصه حديد هنا ويصير هيمي. ايش حيصير؟ انا بدي نكسر هذا الهيمي. اول خطوه اكو انزيم شنو اسمه هيمي اوكسجينيز. قلنا شو يسوي هذا الهيمي اوكسجينيز؟ راح يعطينا فتشي اسمه بيلي فيريدين. ايش يعطيك فتشي اسمه بيلي فيريدين؟ شلون راح يعطيك اياه؟ بين البايرول الاول والثاني حنضيف اوكسجين. فلما نضيف او بين الاول والثاني فحي شنو حنكسره، حنسوي شنو بلانر، حنسوي لانر يعني خطي، يعني يصير بايرول بصف بايرول. هاي اول خطوه نسويها اللي شنو اسمه بيلي فيريدين. خوش هاي اول خطوه. الخطوه اللي بعدها عن طريق انزيم اسمه بيلي فيريدين ريدكتيز، ماشي، راح نسوي ريديوسد للبريدج. يعني شنو ريدكتيز؟ يعني راح اضيف اتشات. البريدج اللي هو ميثيلايل راح اضيف له اتشات فحيتحول الى ميثيلين. تشوفون هو سي اتش 1 اتش 1 راح اضيف له اتشات فحيتحول الى سي اتش 2. لما يتحول الى سي اتش 2 راح يصير اسمه شنو اسمه بيلي روبين. خوش. بعدين بيلي روبين راح ينتقل الى الليفر عن طريق الدم. هو مو قلنا بالسبلين او الليفر او البون مارو، نفرض انه صنع بالبون مارو او السبلين، فحيسبح بالدم وين يروح؟ يروح للليفر، ماشي. هو لما يسبح بالدم هو يحتاج الى فتشي يرتبط بيه، لان بيليروبين هسه احنا الخطوه الاولى كملناها. اول خطوه حولنا الهيمي الى بيلي فيريدين، والبيلي فيريدين حولناها الى بيلي روبين. خوش. هسه بيلي روبين بالخطوه الثانيه لازم ننقله وين؟ الى الليفر. زين شلون راح ينتقل الى الليفر؟ هذا حيكون لازم يسبح وين؟ بالبلاد، بالدم، والدم هي ووتر سوليوب، ماشي، ووتر سوليوب، بينما البيليروبين هو ووتر انسوليوب. فلازم شنو؟ يتصل بيسوي كونجكيتد او يتصل ببروتين اللي هو اسمه الالبومين. فالبيليروبين حيجي يتصل بالالبومين، والالبومين شنو حيجي ياخذه يشيله وينقله الى الليفر. فهاي الخطوه الثانيه كلش سهله، عن طريق الالبومين هو اللي حيكون كارير. تجي للخطوة الثالثة هسه شنو؟ تخيلوا وياي انه هسه راح نحكي على الخطوة الثالثة. تخيلوا هذا هو البيليروبين او هذا نسميه الالبومين. هذا الالبومين شنو متصل بيه؟ متصل بيه هذا اللي بالاحمر اللي هو البيليروبين. وين وصل؟ بالخطوة الثالثة وصل الى هاي الخلية اللي نسميها هيباتوسايت، خلايا كبدية. شلون الخلايا الكبدية راح تمتص هذا البيليروبين وتطببه جوه؟ شلون راح يطب وياي؟ هنا انتبهوا، عن طريق شنو؟ الهيباتوسايد سايت يعني الخلايا الكبدية راح تمتص البيليروبين عن طريق شنو؟ لارج كاباسيتي. لارج كاباسيتي راح شنو؟ راح تخلي انه البيليروبين يدخل الى داخل الخلايا الكبدية. ايش حيصير؟ اكو يعني على البستستول مال الخلايا الكبدية ناني سيستم الخلايا الكبديه اكو فتشي اسمه جلوتاثيون اس ترانسفيريز. بقى هاي من الخلايا الكبديه اللي بالاحمر، اكو عليه هنا اكو فتشي اسمه جلوتاثيون ترانسفيريز، ماشي.
هذا الجلوتاثيون ترانسفيرز هو راح يدخل الالبومين، الالبومين حيدخل ويمنعه انه شنو يطلع، راح يدخله وبعدين يخليه يخرج، فهذا وظيفه الجلوتاثيون. فخلصنا الخطوه الرابعه اللي يقول لك هذا الجلوتاثيون اس ترانسفيرز ايش راح يسوي؟ راح يمنع انه بيليروبين يطلع من شنو، من البلاست ستريم يعني، ويطلع من الهيباتيك سيلز. الخطوه الرابعه انه شنو؟ راح يحولون البيليروبين الى بيليروبين دي كلوكورونايد، يعني حيسوي له كونجكيتد. البيليروبين هسه راح نحكي على الخطوه الرابعه. البيليروبين ايش بيه؟ قلنا هو ووتر انسوليب، او نقدر نسميه نان بولر. شلون نسوي بولر؟ راح نسوي له كونجكيتد. هم نجي نربطه في شغله، راح نجي نربطه بجلوكورونيك اسيد. مثل ما تعرفون الجلوكورونيك اسيد هو يحول لك الشغلات الى مور ووتر سوليب، راح نربطه باثنين جلوكورونيك اسيد جلوكورونيت. راح نسوي نجيب اثنين جلوكورونيت ونربط بها شنو؟ نربط هنا بها البيليروبين. انا مو شنو يتحول الى مور ووتر سوليب. فهذا اللي راح يصير هنا، نجي البيليروبين حيرتبط ويا اثنين يو دي بي جلوكورونيت، في اثنين حيرتبط فيصير اسمه يو بيليروبين دي جلوكورونيت. يعني شوفوا هذا دي جلوكورونيل اللي هو جلوكورونيك اسيد، هذول الاثنين. وشنو حيرتبط بهذول الاثنين؟ حيرتبط اللي هو البيليروبين، حيصير هنا ماشي على مود شنو يقدر ينتقل بالدم. الخطوه الخامسه سكريشن اوف بيليروبين دي جلوكورونيت انتو بايل. شلون راح يسوي؟ ينفرز بالبايل يعني بالصفراء بيليروبين، راح يصير عن طريق الاكتيف ترانسبورت ميكانيزم. هاي في الطريقه يعني موجود شرحها بالكامل بالفارما، يعني اذا تريدون تتعمقون بهاي الطريقه شنو معناها يعني الاكتيف ترانسبورت. عن طريق الاكتيف ترانسبورت راح يدخل هذا يعني الهيباتيك، وعن طريق انزيم او في شغله اسمها موت مولتي سبيسيفيك اورجانيك انايون ترانسبورت. شو راح يسوي هذا الشيء؟ راح تدخله الى شنو؟ الى البايل. فباختصار هذا الموت راح يدخل لك البيليروبين دي جلوكورونايل الى البايل، فبالبايل يصير شنو عندك؟ يصير عندك البيليروبين، وبالتالي البايل تعرف هو راح ينطرح عن طريق الفيسز وكميه صغيره من عنده عن طريق البول. فالخطوه السادسه اكو انتستينال بكتيريا. ايش حسوا هاي الانتستينال بكتيريا؟ او اسمها بكتيريال بيتا جلوكورونديز. راح تشيل لك الجلوكورونايل هذا شوفه، راح تحذفه وتبقي لك بس البيليروبين. هذا وين يصير بالجي اي تي، فصار عندك بيليروبين شو الكميه الكبيره من عنده حتروح بالفيسز، والكميه الفيو حتطلع عن طريق اليورين. اللي تطلع عن طريق الفيسز ايش حنسميها؟ لها اسم، اسمها سترو كلوبينوجين. هذا اللي يطلع عن طريق الفيسز، واللي يسوي الفيسز لونه بني مثل ما تعرفون الفيسز لونه بني حيكون. فليش الفيسز لونه بني؟ عن طريق البيلينوجين، هذا اللي يسبب اصفرار الفيسز. اما اللي شويه حتطلع عن طريق اليورين البول، ف البول حيكون شنو لونه شويه اصفر لان اكو يوروبيلين يعني طلع من خلاله. فهذا يعني موجود هنا. هسه راح ناخذ شنو اخر شيء عندنا بالملزمه هاي، هي الامراض. المرض ممكن يصير اللي هو هايبر بيليرونيميا، ارتفاع مستوى البيليروبين بالدم، او ممكن يسبب شنو اللي هو الجوندس او اصفار ماشي. فممكن يكون برودكشن اوف مور بيليروبين ممكن يسبب لك الهايبر بيليروبينيميا، ارتفاع مستوى البيليروبين بالدم عن طريق برودكشن اوف مور بيليروبين. يعني حيزيد البرودكشن مال البيليروبين، وما يزيد البرودكشن مال البيليروبين راح يسبب شنو؟ ارتفاع بالدم ماشي. The normal liver can conjugated or failure of damaged liver to conjugated. يعني انت تخيل وياي بالخطوه، يا خطوه الكونجكيتد هاي الخطوه اللي هي الرابعه اللي سوينا بيها كونجكيتد. خل ارسم لكم اياها انا شنو يصير اوضح. الخطوه الرابعه تخيلوا هذا كبد، يعني فرضوا كبد هذا بالاحمر. بالخطوه الثالثه شنو؟ دخل البيليروبين الى داخل الكبد، ولمن دخل البيليروبين داخل الكبد؟ الكبد سوى له كونجكيتد وربطه ويا اثنين جلوكورونيك اسيد اذا تتذكر، ويا اثنين وشنو؟ وطلع من الليفر وقام خلاه ينتقل بالدم. خوش خلى هذا ينتقل بالدم. اذا قل كونجكيتد يعني اذا الليفر اتدمج، انضرب الليفر صار فتخلل بالليفر، يعني تاثر الليفر اتدمج فقل كونجكيتد، فهذا بيليروبين حيطلع من الليفر بدون كونجكيتد. تخيلوا وياي ما صاير له كونجكيتد،
فحيطلع شنو؟ بدون كونجكيتد. هذا هو البليروبين بدون كونجكيتد. بدون كونجكيتد ما يقدر يسبح بالبلاد، ما يعرف، لان هو شنو؟ نمبولر، والدم بولر، فبالتالي حيظل بالبلاد ويرتفع مستواه بالبلاد. فهاي نسميه برودكشن اوف مور بليروبين. هاي اول نقطه، هي اول نقطه، واللي ثاني نقطه نفس الشيء نقدر نعتبرهم. اخر ثالث نقطه اللي هي obstruction of excretory ducts of liver، يعني القنوات اللي تخرج يعني تخرج البيليروبين راح شنو؟ راح تنسد، مثل عندك البايل داكت راح تنسد، وبالتالي هذا الشيء هم راح يسبب هايبر بيليروبينيميا بالدم. خوش، فهاي ثلاث شغلات. عندك الامراض يعني اللي نعرف يعني اللي هو الجاندس اللي هو ابو صفار، والاكتراس اللي هو اليرقان. فشنو الفرق بين الجاندس والاكتراس؟ هذا فرق بين هذا وهذا. الجاندس هو ارتفاع البيليروبين بالسكين، بالموكس ممبرين، بالايز. فنشوف السكين والايز اصفر، فهذا عنده شنو؟ جاندس، هذا عنده ابو صفار. بينما الاكتراس اليرقان هذا هو ارتفاع مستوى البيليروبين وين؟ بالدم، يعني ما راح تقدر تشوفه انت لو واحد يسوي تحاليل يلا يشوفه. فهذا فرق بيناتهم. عندك هنا مرض اسمه ريتينشن هايبر بيليروبين، وعندك ريجورجيتيشن هايبر بيليروبينيميا، ارتفاع مستوى بيليروبين بالدم. هذول اثنيناتهم شايفهم شنو الفرق بيناتهم؟ الريتينشن والريجورجيتيشن شنو الفرق بيناتهم؟ يعني انت افهمه، بس افهمه فهم. هو كاتب لك اياها انكونجكيتد كونجكيتد. الريتينشن معناه شنو؟ انكونجكيتد معناه هذا اللي قبل شوي شرحته بالرسم ذات تتذكر، يعني الليفر قاعد يطلع البيليروبين بدون كونجكيتد، يعني شوفه يعني ما صار له كونجكيتد، يطلع بدون كونجكيتد وقاعد يبقى بالدم لان هو ما يقدر يسبح بالدم. فهذا ايش نسميه؟ ريتينشن. بينما معناه هذا السبب الثالث اللي قبل شوي قريناه هنا، قلناكم اوفر برودكشن وفيلير، والثالث اللي هو اوبستراكتيف اللي هو انسداد، يصير انسداد بالقنوات الصفراويه، ولما تنسد القناه هو يعني دا يطلع من الليفر كونجكيتد، لان هو كاتب لك بين قوسين كونجكيتد، بس شنو؟ دا يزيد مستواه بالدم، لان شنو؟ لان اكو انسداد بالقنوات الصفراويه، فقاعد يتسرب ويطلع الى شنو؟ الى الدم، فتنسميه ريجورجيتيشن. ماشي؟ فهذا الشغلتين يعني اللي حبيت اوضحها. عندك مرض اللي هو اسمه اكتراس، اللي قبل شويه اليرقان اللي قلنا، بس بالاضافه ضايف له كيرن اكتراس، ضايف له كلمه كيرن. الاكتراس قلنا شنو؟ انه زياده مستوى البيليروبين بالدم. الكيرن هاي الضايفه كلها كم حرف الضايفه؟ معناها انه قاعد البيليروبين ده يخترق، ده يسبح بالدم ويروح ويخترق السنترال نيرفس سيستم ويدخل للدماغ. فالكيرن اكتراس معناها شنو؟ الانكونجكيتد بيليروبين ده يسبح بالدم وقاعد ده يعبر كروس بلاد برين بارير ويروح للسنترال نيرفس سيستم ويدخل للدماغ، وهذه الشغله راح تسبب مشاكل يعني خطيره، حيكون اخطر من الجاندس هذا الاكتراس اليرقان. ف حيسبب انسفلوباثي اللي هي اختلال بالدماغ، فيسبب هواي مشاكل بالجهاز العصبي، لان شنو؟ راح يخترق البلاد برين بارير. عندك كوليوريك والاكيوليوريك، كوليوريك والكوليوريك هذول الاثنين اخر اثنين اللي اريدك تعرفهم، يعني اللي تعرفه انه هذا هيصير ريجيتيشن، يعني شنو؟ يعني كونجكيشن. هذا الكوليوريك والاكيوليوريك هذا حيكون شنو؟ انكونجكيتد اللي هو ريتينشن. فهذه الشغلتين اللي تعرفها. فهنا نكون كملنا المحاضره الاخيره من الامينو اسيد، ويعني تعتبر محاضره سهله بس تحتاج شويه هذه الامراض بالاخير تحفظهن، ويعني محاضره حلوه ما بها شيء وتنفهم، تقدر تفهمها. لهنا نكون شنو؟ كملنا اخر محاضره من الامينو